بالنسبة للإجابة، الإجابة عن السؤال الأول، الكوارث والأضرار التي تقع من استخدام مثل هذا الأسلوب الغير علاجي. خطورة هذا الأمر الطبيعي، الطبيعي في قوانيننا، في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 85، أو قانون النقابة العام 209، النقابة العام للعلاج الطبيعي 209 لسنة 1994. هذين القانونين بيوضحوا اختصاصات دكتور العلاج الطبيعي، سواء عمله داخل سواء العمل داخل الحكومه او داخل القطاع الخاص، او من له مركز خاص علاج طبيعي. الطبيعي ان انا حينما يتردد عليا المرضى انا بقوم بحاجه اسمها التشخيص المبدئي. التشخيص المبدئي ده لازم يطلب فيه اشعه، ايا كان نوع الاشعه، رنين مغناطيسي، اشعه مقطعيه، اشعه عاديه، عشان اتعرف ما بداخل الشك وشكوة الانسان يعني. فاحنا هنضرب مثال، واحد جاي بيعاني من الام في منطقه الرقبه مثلا يعني، عشان انا استقبله لازم اعمل له تقييم مبدئي، هو بيشتكي من ايه بالظبط. انا وضعت تشخيص في ذهني وكونت فكره سبب شكوته، عشان اتاكد ان الشكوى اللي انا وضعتها دي في ذهني مقاييسها ومعاييرها وتقويمها، لابد ان انا نطلب بقى من خلال الطبيب المعالج المتخصص بعض الاشعات وبعض التحاليل، عشان نقف عند السبب الحقيقي للالام اللي بتحصل. لانه كم من الجرائم اكتبر يعني كم من الجرائم ارتكبت بسبب عدم هؤلاء الدخلاء، وفي النهايه للاسف الشديد بيسوء مهنه الطب ومهنه العلاج الطبيعي لانهم دكاتره، والكلام ده كان تعاري تماما من الصحه. لما انا بطمئن بعد الفحوصات المعمليه والاشعاعيه والحاجات دي، بطمئن ان المريض ده ما عندوش اورام في الحبل الشوكي، ما عندوش اورام في الانسجه الليمفاويه، ما عندوش الغدد الليمفاويه، ما عندوش الكلام ده، لان في وسائل مستخدمه في العلاج الطبيعي ممنوعه عند وجود ورم بالحبل الشوكي. يعني بدون الخوض في الفنيات، ولكن مثلا اجهزه الموجات بصفه عامه، اجهزه الموجات الصوتيه والفوق صوتيه، واجهزه الميكرويف والشورت ويف، الاجهزه الموجات قصيره ومتناهيه الصغر، الاجهزه دي صدمات الموجات الكهرومغناطيسيه، كل هذه الوسائل حينما نعلم تماما يقينا أن المريض مصاب بورم سرطاني سواء حميد أو غير حميد، لابد أن احنا أحط له البرنامج الملائم لحالته. ما بالك ما رأيناه وما شهدناه وما سمعناه من هذا المدعي، أنه بيمسك العمود الفقري وطبعا بيطرقعه وبيطقطقه، وزي الالفاظ اللي بيقولوها دي، ما فيش حاجه اسمها في الطب طرقعه وبيسموها ايه طقطقه وايه تاني، ويعني من هذا القبيل يعني. عشان يمسك العمود الفقري بزوايا مختلفة، أضرار هذا الموضوع، أولا ده واحد جاهل ملوش هوية، ويتردد عليه للأسف الشديد ناس مثقفة متعلمة، ويفعل فيهم ما يفعل. طبعا الأمر امتدت خطورة الإجرام إنه امتد للأطفال. ليه؟ لأن ما كانش فيه رادع في الأول، وما كانش فيه، لأن حقيقي الميديا بصفة عامة الإعلام يعني قاطبة، قاموا على أهبة الاستعداد لمقاومة هذا الفساد الطبي. ده فساد طبي وإجرام طبي زي تجارة الأعضاء. لما حصل مشاكل في خطف الأطفال وخلافه، المسألة تعدت بقى أن احنا لا الداخلية وقفت مكتوب في الأيدي، بالعكس ده نشطت وبدأوا يتابعوا مع النقابات المختصة للقبض على تجار أعضاء البشرية، وما يقولوا أعضاء بشرية ده برضو اعتداء برضو على المريض، لأنك أنت بتعامله بطريقة غير علمية، ليس لك ثوابت أو قواعد علمية ثابتة لمعالجة. فالطبيعي أن بعد ما قيمه واطمئن تماما بنسبة 100%
الطب ما فيهوش اعمل عمليه واحتمال نجاحها، لا، في نسب مضاعفات بعد كده ممكن تحدث من اجراء عمليات، من اجراء جلسات علاج طبيعي. النسب دي متعارف عليها دوليا لا تتعدى 3% او حتى حد اقصى 10%. لابد ان يكون في نسبه معينه مقرره عشان ما نقولش ده اهمال طبي. وبعدين الاهمال الطبي ده من مين؟ من ناس مؤهله، يعني ناس حاصله على تراخيص طبيه وحاصله على تراخيص مكانيه وحرصت على تراخيص شخصيه، كل الكلام ده، ورغم ذلك تلاقيه ممكن يخطئ في مجال التشخيص او في مجال العلاج او في مجال الجراحات، ودي نسبه بتكون محدوده جدا جدا جدا، معروفه لدى الكافه والعامه والخاصه. يعني اضرار مثل هذه النوع من الاسلوب الغير معترف به، خطورته انه ممكن المريض يصاب بشلل، يصاب بكسور، لانه الحركات دي للاسف عنيفه جدا، عنيفه جدا، وبتختلف من شخص لشخص. يعني في واحد يعتقد، يعني ما شاء الله اللهم لا حسد، امير قرار البولد بيلد بتاعه قوي، فلما يعمل معاه حركه زي دي ممكن ما يتاذاش، ممكن، بس هو عملها مره واحده وقال لك لا توبه، يعني كويس انه ما حصلوش حاجه. انما في ناس حصل لها، في ناس اتت لينا بشكاوى كثيره للاستفسار عن هذا الشخص بعينه، وهل هذه الوسيلة علاجية أو غير علاجية. احنا في مظلة العلاج الطبيعي عندنا حاجة اسمها الكيروبراكتس والمانيبوليشن، بيسموها العلاج اليدوي، والكيروبراكتس دي حاجة خاصة برضو، والأوستيوباثي برضو ده علم من علاجات الأنسجة. العلوم دي علوم أفرع من تخصصات العلاج الطبيعي، زي العلاج الكهربائي والعلاج المائي والعلاج بكل الوسائل الطبيعية والعلاج الفيزياء، كل ده مطروح داخل أمبريلا مظلة العلاج الطبيعي، برانش، يعتبر برانش، جزء من العلاج الطبيعي يتم استخدامه. طب هل الجزء ده مش ليه مستوى علم معين؟ ليه مستوى علم معين طبعا، قد يكون في أمريكا وقد يكون في بريطانيا، لكن مصر لسه لم تقر وتعترف بمثل هذه. أنا بتكلم على العلاجات اللي بيعمله المدعي دون، النصاب دون، ده ليس ليه له علاج عشان يعمل طقطقة أو طرقعة، ده أنا أول مرة أشوفه على مدار 40 سنة عمل مهني أو عمل نقابي أو عمل حتى فني، أنا ما شفتش الكلام ده خالص. فطبعا هو للأسف الذي ساعده في هذا الظهور وهذه الكارثة كان عتابي على السادة الفنانين، لأنه ما زلت أقول لك هم قدوة جماهيرية، قدوة شعبية. لما المواطن البسيط يعلم أن هؤلاء الفنانين يترددوا عن، إذن إقرار بأنه هو دكتور وهو كان بيروج بضاعته، لكن هو لا شكلا ولا موضوعا ينتمي حتى، يعني كل دكاترة مصر تدخلي عليهم العيادة تلاقيهم بيرتدوا الزي الأبيض، عيادة محترمة لها إدارة محترمة، تحس ان انت داخلة مكان طبي فعلا. انما الولد بينتقل من مكان الى مكان الى مكان، يعني في بقى مطاردة، يعني انا مش دوري ان انا اطرده، انا دوري ان انا ابلغ السلطات مباحث الاموال العامة او الرقابة او جهاز حماية المستهلك، ده دورهم الوظيفي، ان هم عليهم ان هو يعملوا ضبط واحضار لهؤلاء الدجالين والادعياء. والخطوره، انا بقول لك خطورته امتدت كمان للاطفال، ويعني من بربركه من المنبر بتاعك يا استاذه هاجر، ان حصل توعيه غير عاديه. يعني احنا لو كنا بنشتغل بالسيستم القديم ولا 10 سنوات، انما الفتره الوجيزه البسيطه دي انا اعتقد ان الناس كلها انتبهت ان في ناس دجالين وفي ناس بيزوروا شهادات، وليس في مجال العلاج الطبيعي فحسب، في كافة المجالات الطبية والغير الطبية، دول بيمثلوا 10% من الأدعية على المهن، ويتم ضبطهم والتعامل معهم، من كان هو مزور فنيابة عامة، من كان يستخدم وسيلة طبية غير معترفة نيابة عامة. ما فيش بقى حاجات بقى اسمها قرار غلق إداري، ما فيش قرار غلق إداري دلوقتي، لأن معظمهم نصابين، مش معظمهم، احنا ما بنقفل عارفين ان كلهم نصابين، وما اكثرهم في المناطق الشعبية. في مطاردة، يعني عارفة ان هو كان ممسوك قبل كده
أولى، مطاردة أولى، وخرج بكفالة وقفل المكان الأولاني في مدينة نصر، وتوارى بمكان آخر لا يعلمه أحد، لأنه كان بيعتمد على الأونلاين والتليفونات، مش يعني في إعلان وفي دعاية. وبعدين من الاسم يا أستاذة هاجر، من الاسم سمكري بني آدمين، أي عقلية تدخل مكان فيه هذا المسمى؟ أي عقلية؟ ده لو جاهل وحد يقول له ده سمكري بني آدمين، يعني احنا وصلنا لسمكري سيارات وسمكري بني آدمين وسمكري ما اعرفش ايه اللفظ. ما هو اللي حركنا؟ خلال تقريبا 5 سنوات رصدنا ما لا يقل، ودي حقيقة والله، لدينا الجداول التسجيل المخالفات تجاوزوا 300 حالة. وطبعا ما بينهم قرار غلق إداري وما بينهم إحالة للنائب العام على طول. هل حصل لكم 300 حالة دول أي مضاعفات صحية أو قرارات؟ كتير كتير. حروق، حروق استخدام أجهزة العلاج الطبيعي بدون رخصة أو بدون دكتور علاج طبيعي، بيسبب حروق للمريض، لأن لدينا أجهزة كهربائية معظمها ممكن يسبب حروق، ممكن استخدام بعض الأجهزة غير معترف بها ممكن تصيبه بجلطات، تصيبه بشلل، تصيبه بكسور. ودي قضايا مش بالسنوية، دي قضايا هامة جدا جدا في ان احنا نحذر المواطنين من الأدعية ودخلها. الشكاوى، شكاوى عديدة، يعني اقربها بدون ذكر اسماء، في مراكز، مركز علاج طبيعي بيديره علاج طبيعي ايضا، وعملوا مضاعفات لبعض المرضى، واحنا بنلاحقهم. يعني حتى اعضائنا المنتمين للنقابه اللي بيفتحوا مراكز معتمده ومرخصه، لو هو في خطا طبي عن تعمد، وطبعا هي كلمه تعمد بالنسبه للدكاتره بتبقى صعبه جدا، انما ممكن يكون يعني خطا اهمال طبي، احنا بنحدده بقى وبنكيفه، هل ده اهمال طبي من عدمه. لو مش اهمال طبي وانت كنت متكاسل او متخاذل، لم تاخذ الاحتياطات اللازمه او المعايير اللازمه لعلاج المريض، لا احنا كده بندخلك في شريحه تانية خالص من العقاب. يعني